السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع محمد قاسم. الفيديو ده خاص بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. طبعا منذ عدة أيام أعلنت عن وظائف شاغرة عند الدخول على وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. تفتح معك هذه الصفحة، تستطيع الدخول على الوظائف من منصة التوظيف هنا أو خدمات الأفراد ثم منصة التوظيف هذه أو هذه. في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن سلم رواتب المؤذنين وخادم المسجد. إذا ضغطنا على منصة التوظيف الموقع به طبعا ضغط، ففي بعض الأحيان لا يفتح معك، انتظر قليلا. هذه هي الوظائف: الدعوة، الإمام، مؤذن، حراس أمن، مراقبي مساجد. عند الضغط على التقديم سوف تجد الشروط الخاصة بالدعوة، الإمام، المؤذن، حراس أمن، مراقبي مساجد. بالنسبة لرواتب إمام المسجد، إمام المسجد الفئة ألف المرتبة الأولى الراتب نحو 2980 ريال. راتب إمام مسجد الفئة ب المرتبة الثانية 2385 ريال. راتب إمام مسجد الفئة ج المرتبة الثالثة 1890 ريال سعودي. بالنسبة للمؤذن، راتب مؤذن مسجد 1395، راتب مؤذن مسجد نحو 1790، راتب خادم المسجد نحو 1195، راتب المحصل نحو 1395، راتب إمام الفئة ألف المرتبة الأولى نحو 4570 ريال، راتب إمام فئة ب المرتبة الثانية 3675 ريال سعودي. دي رواتب الإمام والمؤذن والمحصل. أتمنى طبعا الجميع التوفيق، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.